وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحالة بقت في بلدنا السودان من ناحية اقتصادية حالة صعبة جدا، حيث يعيش الناس أزمة في أنواع الوقود وغلاء فاحش في أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية، وكذلك أزمة في المواصلات وزحمة في الشوارع والكباري، وكذلك أمراض وأوبئة مع فصل هذا الخريف، وكذلك مشاكل سياسية كبيرة جدا ومشاكل اقتصادية، وكذلك فتن ومظاهرات وبلاوي في بعض ولايات السودان، إلى غيرها من الفتن والبلاوي التي لا تحصى ولا تعد في هذه البلاد. والسبب في ذا كله يا جماعة سبب واحد لا غير، وأنا أعني السبب الرئيسي، لأنه قد تتعدد الأسباب، لكن السبب الرئيسي واحد لا غير، وهو انتشار الشرك بالله وعبادة غير الله في هذه البلاد، وعبادة القبور وعبادة القباب وتقديس وتأليه المشايخ الأولياء والصالحين كما زعموا. ده السبب، وربنا بيّن لنا الكلام ده في القرآن، إنه ناس بيجوعوا وما بيكون عندهم أمن، بلدهم تكون فيها حروبات واعتصامات ومظاهرات وفتن، وبيحصل لهم جوع شديد وهلاك شديد بسبب الشرك بالله الذي هو أظلم الظلم، كما سماه الله تعالى في القرآن: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه، يعني فهموا كلمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا الظلم هو ظلم النفس بالمعاصي يعني، فقالوا: من فينا يا رسول الله الما بيظلم نفسه، يعني بارتكاب بعض المعاصي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلكم، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الشرك بالظلم، والآية بيّنت إنه إذا في شرك ما في أمن، وإذا في إيمان وتوحيد في أمن واطمئنان، وما في حروبات وما في مظاهرات وما في مشاكل سياسية، لأنه ربنا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ده من ناحية أمن وحرب وبلاوي، أما من ناحية هلاك وجوع وهلاك للناس بسبب الشرك، قال تعالى في كتابه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. لا يا ربنا، أهلكتهم لما ظلموا، لما أشركوا. الظلم قلنا يعني الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. هنا ربنا قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما أشركوا. الله أهلكهم وجوعهم لما أشركوا، لما ظلموا، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. دي الآية الأولى، خدتها معاك.
يبين فيها ربنا إنه الهلاك بالجوع والهلاك بالبلاوي والمشاكل يكون بسبب الشرك الذي هو أظلم الظلم. الآية الثانية قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني وهي مشركة، إن أخذه أليم شديد. الله بيأخذ القرى والمدن ويأخذ البلدان ويأخذ الأمصار والدول، يهلكهم ويأخذهم ويبتليهم بالفتن وبالجوع وبالمجاعات وبانعدام السلع الغذائية والتموينية والأمراض والأوبئة والأوجاع. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة مشركة، إن أخذه أليم شديد. يلا نجي نشوف الشرك موجود ولا ما موجود. والله الشرك في بلدنا دي، نحن ما بنقول كل السودانيين مشركين، حاشا وكلا، فيهم ناس صالحين، فيهم ناس طيبين، فيهم ناس مؤمنين، فيهم ناس راكعين ساجدين، لكن كثير منهم مشركين، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك وقع فيه أكثر الناس. والشرك ده شنو؟ القبب دي اللي بيحصل عندها ده شرك بالله، من التبرك بها. الناس اللي بيمشوا يشيلوا تراب حق وتحسونا هنا 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 في شرق النيل، النساوين اللي بيمشوا يتمسحن بالقبة، الرجال الواحد اللي عنده وجع ظهر بيمشي بيتحكى في القبة يعتقد أنها تنفعه أو ترفع عنه ضره، ده الشرك ذاته. انت قال الشرك ده حيوان عنده قرون وبيطلع نار من خشمه؟ اللي في وتحسونا ده، في قبة وتحسونا ده الشرك ذاته. اللي في قبة البرعي في الزريبة استغاثة بالبرعي، يدعو البرعي من دون الله، ناس الله خلقهم والله حفظهم في بطن أمهم 9 شهور وطلعهم بعد ذاك، ثم السبيل يسره طلعهم برا، طلعوا وأمهم رضعتهم وأكلهم وشربهم وعالجهم وحفظهم، كما قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. بعد ذي الواحد لو عتر بدل ما يقول يا الله، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وكما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قال الرب جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ناس اتخذوا آلهة مع الله، الله اللي خلقهم، قالوا لا، البرعي اللي ادانا الجنة وخلق لنا الجنة، والمرأة دي 10 سنوات ما ولدت، وكما أبونا الشيخ البرعي ما كان جانا الجنة، الله اللي بيخلق الجنة، والله اللي خلق البرعي، والله اللي كتل البرعي، كما قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يا سودانيين يا مسلمين، الضيع خيرات بلدكم هو الشرك ده، زي دعاء غير الله، الناس اللي بيدعوا القبب وأصحابها، زي الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مع إنك في الصلاة بتعاهد ربنا وبتقول إياك نعبد وإياك نستعين، تجي لما تعتر تستغيث أو تستعين بغير الله تعالى أو تدعو غير الله تبارك وتعالى، ده ما من العقل ولا من الدين، ده من الشرك، بل هو الشرك بالله. القبب، الحجبات، التمايم، العارضين الآن هنا في السوق ده، والعارضين المبتارة اللي بيجوا كل جمعة الصباح هنا، ناس الشيخ بشرة البليد وشيخ حمادة المجرم الأرهن وغير من الصوفية الذين نشروا الشركة وحاربوا الله في سماواته هنا في الحتة دي، ولا تمشي بعيد يا خليل، أسواقنا دي كلها مبتارة شغالين فيها، يخدعوا في الناس. واحد لقيته في كوستي في ميدان اسمه ميدان الحرية، لو في زول من كوستي بيعرف الكلام ده، صوفي راكب له عربية
ونزل ولم له حلقة كبيرة جدا ببيع لهم في حجابات. قال لهم الحجاب ده لو علقته في رقبتك، بالله عن الكلام ده كيف لو علقته في رقبتك؟ قال كان الله ما أداك عمارتين زي ديل، تعال قابلني. والله الحجاب بكم يا صوفي؟ قال بعشر جنيه. قال هو غالي، لكن عشان انتو ناس أهلي رخصتوا بقيتوا بعشر جنيه. صوفي محتاج لعشر جنيه تمن الحجاب، يديك عمارتين بأكثر من 20 مليار؟ يا ناس ما تفكروا، ده تضيع خيرات بلدكم. الصوفية ديل هم تضيعوا البلد دي يا ناس، والله ديل المفروض يسجنوا، ديل المفروض يتعاقبوا، ديل كتير منهم المفروض تقص رقابهم، ما نحن، المفروض تقص رقابهم من الجهات المسؤولة، لأنه ضل تضيعوا الدين وتضيعوا البلد باسم حب الرسول، حب المصطفى، آل البيت، الأولياء، الصالحين، ضيعوا الدين كله في البلد دي الصوفية دي. الليلة أنا جاي أتكلم عن أكبر طريقة في العالم، وهي الطريقة الأكثر عدداً في العالم، وهي الطريقة التجانية، تربية وغير مربيين كلهم بقدرة غير عادية. ولقد كان لهذه الطبقة من الشيوخ والأئمة دور مهم في تاريخ الصوفية، لعب دور كبير. أولاً وده أعظم كتاب، أو هو من أعظم الكتب لهم في العالم، كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني في مناقب ومآثر الشيخ أحمد التيجاني. والكتاب ده أنا اشتريته من الدار السودانية للكتب، وده دي الفاتورة أنا مدبسة لكنا، دي الفاتورة عشان ما يقول لي والله وهابية، الكتاب ده طبعته براكم دار السودانية. هل دي وهابية؟ دار السودانية كلها كتب صوفية، وكتب سيد قطب وقرضاوي وحسن البنا وجناح مجكو، كلها ما حقت وهابية. أو ده دي الفاتورة أنا طابعة لك ودي مدبسة لكنا. والكتاب ده معروف للطريقة التجانية في العالم كله، الكتاب ده معروف. والله الكتاب ده فيه كفر كفر، حتى أبو جهل ما حصل قدر ده، حتى أبو لهب عليهما لعنة الله ما بالغوا زي ده. والليلة حقيف مع نقطة واحدة بس، وإن شاء الله كل خميس، والحلقة أحد وخميس، لكن أنا بجي كل خميس بواصل في الطرق الصوفية دي طريقة طريقة، لأنه هم ضيعوا البلد دي، هم ضيعوا البلد دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هم نشروا الشرك وضيعوا خيرات البلد دي، بل كفر والشرك النشروا في أوساط المسلمين. ونتحدىهم جميعا، من أحمد التياني لأصغر عاطل في ارتكان فيهم، نتحدىهم في مناقشة هذا الكلام، وحنبدأ فيها سنة سنة أسوأ من استعجل. الليلة حناخذ الأذكار فقط عند الطريقة التجانية من هذا الكتاب، الجزء الأول الصفحة 52 تحت عنوان الفصل الأول في ترتيب أوراده رضي الله عنه. أوراد منو؟ أحمد التجاني. ما أوراد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دي أول نقطة نقف عنده. الورد والذكر ما بيجوز إلا إذا كان في القرآن أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما زول ساكت ترنقع
اجي اقول لك ده الورد حقي انا طبعا بتاع الطريقه، الورد بتاعه ده باطل، واذا ذكرت به الله انت على باطل ومبتدع وضال، والله ما بيقبل منك ولا حرف. الدليل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا، يعني أمر ديننا، ما ليس منه فهو رد، ومعنى رد أي باطل وغير مقبول. ولما النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا، يعني أمر ديننا، لما أجي صوفي يقول لك طيب الميكروفون ده ما بدعة، لا الحديث ما بيتكلم عن الميكروفون، لأنه الميكروفون ده من أمور الدنيا، الراكوبة دي من أمور الدنيا، الطيارة من أمور الدنيا، الرسول ما تكلم عن ده، بل قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم، عملتوا ميكروفون مدور أنتم أدرى به، مربع مكعب أنتم أدرى به، أنتم أدرى بشؤون دنياكم، لكن أمرنا أمر ديننا اللي بيجي فيه حاجة جديدة في الدين، الرسول قال ده فهو رد باطل ومردود، يعني الله ما بيقبل. ده أول نقطة تعرفها، عشان أي زول يمشي ياخذ له ورد وذكر من السمانية ولا التجانية ولا القادرية ولا الركينية ولا الختمية، أعرف أنت بديت تفارق الدرب بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، مبتدع ضال، والله ما بيقبل منك الورد ده. كل الكتب مجموعة وراد على الطريقة الختمية، تعليف سيدنا ومولانا محمد عثمان المرغني أدي النار طوالي، مجموعة وراد الطريقة البرهانية أدي النار، كله تجانية قادرية كله أدي النار، باطل، لأن الرسول ما قال. وحيجيك الكلام ده نشوف الرسول قال ولا ما قال، براهم قالوا وانا حقرا من كتابه. الناس ناس اسماعيل بوب بتاع الحرية والتغيير ابو شعر ده قال بيجي يقول لك لابد انه ننبذ الخطاب العنيف والخطاب بتاع الكلاهية، قال يقعد ما ترجع الكلاهية والكلاهية، قال لابد نوقفها. ده كتبهم، ده كلامهم، ده ما خطاب بتاع كلاهية، ده كلام الطريقة التجانية، ما كلامنا نحن. إذا شان التجانية شينين لأنه كلامهم شين، نحن ما قلنا كلامنا. طيب قال بالصفحة 52 وانتبه معي جيدا لأنه حناخذها نقطة نقطة. قال ولم يزل أوراد سيدنا، هكذا مكتوب، لو في خطأ لغوي خطأ نحوي خطأ بلاغي أنا بقرأ زي ما هو. قال ولم يزل أوراد سيدنا رضي الله عنه، يعني أحمد التجاني، منذ ظهرت للعيان تظهر لها البركات الكثيرة من تيسير المطالب وبلوغ المآرب إلى الآن، واستخرجت منها بحمد الله جل جلاله نسخ عديدة للوجود، وانتشر صيتها في أقصى البلدان عن إذن سيد الوجود. يعني الأوراد دي قال تحت التجانية أزل لهم فيها الرسول سيد الوجود قال صلى الله عليه وسلم، وده كذب لأنه أحمد التجاني ما قابل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما صحابي، يبقى الكلام ده كذب. ينطبق عليه حديث البخاري وهو حديث متواتر رواه أكثر من 30 صحابياً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالصوفية كذابين بيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يضللوا الخلق ويضللوا العباد، ومنهم الطريقة التجانية من أكذب الطرق التي تكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هي الطريقة التجانية. أغلب أتباع الآن في العالم وفي السودان في البلد دي. طيب
قال وأما ورده رضي الله عنه الذي يلقى لكافة الخلق الذي رتبه له سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه وسلم، وده برضو كذبة رغم اثنين. أوراد التجانية الرسول ما أدى لهم، ده كذب زي صلاة الفاتح والورد الصيفي بعد شوية هيجيك، والبلاوي دي كلها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بل أحمد التجاني سأله هنا قال لي تذكارك دي أداك للرسول؟ قال أي. قال يقظة لا مناما، جاني عديل. قال طيب ها بعد ذاك؟ قالوا له طيب هل أداها للصحابة ولا دسها ذلك أنت؟ قال ما أعطاها للصحابة. شوف الكذب ده كيف؟ ده كذب أصلع يا ناس. روى مسلم في الصحيح عن مسروق وهو أبو عائشة رضي الله عنه تابع جليل قال كنت متكئا في بيت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقالت لي يا أبا عائشة ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، إلى أن قالت ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. التجانية بيقولوا الرسول ما بلغ كل الرسالة، دس حاجة من الإسلام ومن الرسالة، دساها من الأمة ودساها من خير الأمة من الصحابة، وجاء أداها لأحمد التجاني بنص كلام أحمد التجاني في هذا الكتاب في الجزء الأول من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني للشيخ لمناقب الشيخ أحمد التجاني. وده فيه تكذيب للآية دي إن الرسول ما بلغ كل شيء يا جماعة، كل الدين في حاجات دساه. وابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يقول ما ملخصه أن من قال إن للدين باطنا وظاهرا فهو أكفر من اليهود والنصارى. ما هو الكلام ده منطلق من عقيدة الباطن والظاهر الباطلة الكفرية حقت الصوفية. يقول لك الظاهر بلغوا لكن علم الباطن دساه الرسول صلى الله عليه وسلم ودل الصوفية. عشان كده ممكن تلقى شيخ بيعمل الفواحش كلها إذا قبضته متلبس يقول لك مولانا ده علم الباطن. طيب يا شيخ أنا ما بديك كف في خشمك ده وبقول لك ده علم شنو؟ علم الباطن. صحيح ولا ما صحيح؟ لكن ناس مستهبلين وناس دجالين وناس مجرمين، والله أنا ما وجدت أجرا من هؤلاء الصوفية بكل الطرق. لأنه يا جماعة اليهود والنصارى البر الواضحين ديل أي زول عارف إن ديل أعداء، أي زول عاقل وفاهم عارف ديل أعداء. والمثل بيقول عدو باين ولا صديق شنو؟ خاين. لكن المندسين جوا الإسلام ديل الصوفية ديل كان تجانية ولا سمانية ولا غيرهم، المندسين منزرعين جوا ديل باسم الولاية والصلاح وحب الصالحين يعلموا الناس الكفر والشرك بالله. طيب امشي قدام. قال وكون صلاة الفاتح وكون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفاتح لما أغلق أفضل وأكمل لما فيها من الفضل العظيم والثواب الجسيم الذي لا يقدر قدره إلا الذي امتن به من فيض العميم، وفضلها سيأتي مبينا في محله إن شاء الله. صلاة الفاتح ما عندها أي فضل وكلها باطلة، لأنه لا الله قال في القرآن ولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في السنة. يا جماعة خلاصة صلاة الفاتح أحمد التجاني قال أتاني رسول الله يقظة لا مناما، وكذا نقيف في حتة اليقظة دي. الصوفية من عقائدهم بيقولوا إنه الرسول بيجينا عديل ما في النوم، يعني ما زي الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي
صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ما زي ده الصحيح. ممكن ترى النبي عليه الصلاة والسلام في النوم. الصوفية ما عندهم ده، عندهم الرسول بيجيهم عديل كده، لا في النوم لا حاجة، عديل. في المولد الختمية بالذات ليلة القفلة، طبعا المولد بيكون ملان نساوين وبلاوي، والجماعة دارين يعملوا لهم وهمة في شكل قلبه، فجأة كده يقفوا على حيلهم مرحبان بال مصطفى، ويعملوا صفين وخاطين طشت مويه ومنديل ابيض، مرحبان بال مصطفى وينه؟ يقول لك هو ده خاشي بين الصفين ما شايفينه، يقول لك بشوف الشيخ الكبير بس. طيب مش قلت كده؟ ماشي. اها صلاه العشاء لما تجي اللي بيتقدم الشيخ يا قليل ادب، الرسول قاعد تصلي انت يا مستعبل؟ ده كله كلام كذب يا ناس وكلام باطل يا اخي. ربنا قال عن الرسول عليه الصلاه والسلام: فإنك ميت وإنهم ميتون. الصوف ذاته لما نجيب قروش ما بيقول لك ماشي الكعبة ولا الحج، يقول لك ماشي أزور شنو؟ قبر النبي. أنت ما قلت الرسول ما في القبر، قاعد في المولد في عش الخليفة أم درمان، ماشي زور شنو في المدينة؟ أوعك تمشي. فناس متناقضين وناس مجرمين يا أخي وناس كذابين الصوفية دي، وناس دجالين، ناس الدجل والشعوذة هم صوفية. لازم تعرف الكلام ده، ما في دجل ولا في شعوذة ولا في سحر في البلد دي ولا في العالم إلا بيعملوا الصوفية دي. لابد تكون عارف المعلومة دي. شيخ الطريقة ده هو الدجال ذاته، هو الدجال ذاته. قول لك والله رغينا للبيت وقالوا عملوا لا سحر، عملوا شيخ الطريقة ده. انت قال عملوا منه، ما في زول بيعملوا إلا ده. لازم تعرف الكلام ده. وشيخ الطريقة بيتعامل مع الشيطان، عشان كده لما نجوا الضيوف ناس الكريم بحري وناس العربات وتجار السكر وناس الذهب، اول ما يجوا داخلين بجلاليب، جلاليب بيسموها شنو؟ بيسموها هناي منديل وسكروته. الشيخ محاريف اول ما يعلم كده بيقول داري يوريهم بعد ده وهمه، يقول للبريك تعال، البريك يجي تنقز برا. الجماعة يقولوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزن ولا هم يحزنون. يا مسلم يا مسكين، ده إبليس بيطق بالإبريق، أنت ما شايف إبليس؟ ده الموضوع كله. لو أذنت الإبريق ده بيقع بتكشح فوق خشم الشيخ ذاته، لأنه شغال مع الشياطين. كما قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وزي ما ربنا عنده أولياء سبحانه وتعالى، الشيطان عنده أولياء. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فإبليس برضه عنده أولياء بيعملوا خوارق عادات، ممكن الشيخ يطير، ما تبقى زي الدجال بتاع الفتحاب، ما تبقى زي الدجال بتاع الفتحاب يقول لك لا ما بطير، ممكن يطير. عشان كده الشافعي قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء، ممكن، لكن إبليس شايله. لو أذنت بيجي الشيخ داق خشمه كسر سنونه كلها. عشان كده الشافعي نبه للحتة دي الإمام الشافعي رحمه الله، قال: إذا رأيتم الرجل حتى إذا شفته صحيح صحيح يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوه على الكتاب والسنة، فإن كان سنيا فمن الله وإن كان بدعيا فمن الشيطان. ده شغل الشيطان. وابن تيمية ألف بسبب الحتة دي كتاب كامل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء شنو؟ الشيطان. فما تنكر، ما تقول مثلا قبره ما بطلع موية، بطلع موية، لكن ده شغل الشيطان ما شغل من الرحمن يا ناس. بيصل شكيد ألقى بعض إخواننا الواحد يتغالط مع الصوفي يقول والله ما بسوي، ما طلع موية. يا أخي طلع، لكن ده إبليس. دي خلاصة الموضوع. طيب بعد ذلك قال: واعلم أن هذا الورد العظيم لا يلقن لمن كان له ورد من أوراد المشايخ رضي الله عنهم. بعد التجانية ده يدوسوا باقي الطرق الثانية. الطرق دي بيناتها حزازات ومشاكل ونبذ وتكفير.
لكن زي ما قال الإمام النجمي رحمه الله قال إن أهل البدع متناحرون فيما بينهم ولكنهم يتفقون ضد أهل السنة، لكنهم بيناتهم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يلا شوف الشغل ده بعدها. قال لك الورد بتاع التجانية ده ما ممكن تقول وتخش فيه طالما عندك ورد من طريقة تانية من الطرق الصوفية يعني. قال واعلم أن هذا الورد العظيم لا يلقى لمن كان له ورد من أوراد المشايخ رضي الله عنهم إلا إن تركه وانسلخ منه ولا يعود إليه أبدا وعهد الله على ذلك، فعند ذلك يلقنه الورد من له الإذن الخاص من الشيخ رضي الله عنه. تكفر بكل أوراد الطرق الكتة ماسكة عشان تمسك ورد شنو؟ ورد شنو؟ ورد التجانية. وده بوريك يا جماعة إنه كله باطل يا أخ، لأنه مختلف بدليل إنه قال لك خلي ذاك وأمسك حق التجانية. وربنا قال ولو قال أفلا يتدبرون القرآن، وده الذكر الحقيقي، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. زي شغل الصوفية ده اختلاف كثير. أها مشى قدام. قال فلا بد له من هذا الشرط إنه يخلي باقي الأوراد. شو الكفر الجايك ده؟ كفر تقيل. قال لا بد من الشرط ده، جايك كلام قدام كفر. أها بعد ما تخلي أوراد الطرق الثانية كلها وتكفر بها وتعاهد الله إنك ما ترجع عليها، ده كله استعدادا عشان تدخل في الطريقة التجانية وورد الطريقة التجانية. أها طيب ممكن أخاف ناس الطرق ده يضروني؟ قال لك ما تخاف لو قلت ورد التجانية حتى من الله ذاته. أيوة كلام جايك صفحة 52-53 أسمع. قال فلا بد له من هذا الشرط ولا خوف عليه من صاحبه ولا من غيره أيا كان من الأولياء والأحياء الأموات في الأموات في الدنيا والآخرة، وهو آمن من كل ضرر يلحقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا من شيخه ولا من غيره ولا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله ذاته ما يقدر يضرك لو قلت ورد التجانية. ها رأيكم شنو يا جماعة؟ ده برضو تطرف؟ نحن المتطرفين اللي بننقض الكفر ده ولا المجرمين ديل يا ناس؟ يا اخي انت بتكورك ساي الله يهديك، ده كتابة تجانية يا اخي. انا اكتر مما اجيب لك كلام شيخك ذاته، خليك معي. اي زول الليلة معترض على الكلام ده وداري ناغش داري ناظر بإذن الله والله يتنجم نجام من أمه ما شاء. والصفيدك واحد لابي في الفيسبوك منهم امبارح بالليل صحوني من النوم اسمه قال زنون، قال وقد طلبتم ذم الفقير، دقيقه عليك الله، وقد طلب عشان بس ماني شغل، وقد طلبتم ذم الفقير قال لمناظره وكب الزوغه. انا اكب منك الزوغه يا ود؟ انا ناظرت شيخك وسيدك سيد نبتك الترابي، عرفت كلامي؟ ناظرته في جامعه الخرطوم الميدان الغربي كليه الهندسه وجغم هنالك بفضل الله عز وجل. أي أخاف منك أنت شفت؟ لكن المشكلة نحن ما بنناظر الضنبات، نحن بنناظر الراس، عرفت كلامي؟ بنناظر الراس. وكذاب الرجل ده ما عنده معي أي اتفاق في مناظرة ولا مجادلة ولا محاورة، لكن الرجل دار يسهر، أصله قالوا دار تسهر تلبس شنو؟ أصفر. وأنا ما بناظر أي زول صعلوك لافي بالشارع ساجي يقول لي هيا بنا وناظرك. جيب ناسك، جيب ناسك كلهم، حرية، تغيير، تجمع مهنيين، شعبيين، صوفية، تجانية، سمانية، البرعي، الإزارك، سجم رماد، ده بنناظر لك. أما أنت ضنب من الضنبات ساكت، أو تكذب، خلينا بالموضوع. طيب، قال وكذلك الحرز اليماني، ده براو كمان، هذا موضوع شنو؟ وفضله شنو؟ وهو الدعاء السيفي وله فضل عظيم وثواب جسيم من فضله. قال من فضله إن من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة ومرتين بسنتين. اسمه الحرز اليماني، لقاك في القرآن كله من سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، وإنت ماشي ليه سورة النساء لقاك ذكر اسمه الحرز اليماني ما في.
راجع السنة صحيح البخاري 4000 حديث من غير المكرر، 7563 حديث بالمكرر على خلاف بين العلماء. راجع صحيح مسلم، سنن أبي داود، أمشي مسند الإمام أحمد، 40000 حديث وزيادة. وريني حديث واحد قال في ذكر اسمه ذكر اليماني، ده كلام فاضي يا ناس وكلام باطل. والله ما يزيدك من الله إلا بعدا، كما قال السلف الصالح: من عبد الله بجهل ما ازداد من الله إلا بعدا. وده الشغل الشغالين الصوفية الليلة. أها قال اللي بيقولوا مرة واحدة تكفي عبادة السنة، عشان كده تلقى الدرويش الصوفي ما بصلي، والناس في رمضان صايمين تلقى بياكل في الزلابية. انت مالك يا درويش؟ لأنه قال حرز اليماني يكفي، وقال عبادة السنة لو قال مرة واحدة بس، لا يصلي في السنة دي، لا يصوم رمضان، لا يحج بيت الله الحرام، ما يعمل أي دين. قال لأنه قال الحرز اليماني مرة واحدة بعبادة السنة، وإذا قلت مرتين بعبادة كم؟ سنتين. ده إجرام ولا ما إجرام؟ أسألكم بالله يا مسلمين، يا في السودان وفي الدنيا كلها، ده إجرام ولا ما إجرام؟ ده تبديل وتحريف لدين الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا التحريف كعمل اليهود، كما قال تعالى عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكما قال تعالى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ده شغل الصوفية الليلة، نفس شغل اليهود والنصارى. وبعد ده يقول لك محمد بن عبد الوهاب شيخكم ده يهودي، لا ما يهودي، ده سعودي. ومحمد بن عبد الوهاب شيخكم ده وقع في الأدبخانة هدمت بيه. روى أبو داود بإسناد صححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمتوفى تحت الهدم شهيد. ونحسبه شهيد، ما بنقول برضه شهيد، لأنه ما يجوز تقول فلان شهيد إلا تقول نحسبه ولا يزكى على الله، والله حسيب ولا يزكى على الله أحد. طيب وده ما الموضوع. بعد ذاك قال: وهكذا ومن حمله معه، يعني تشيل الحرز اليماني ده في جيبك أو في يدك أو في كيس نايلون كده شايله بس في يدك ساي تشيله بس. أها كتب من الذاكرين الله كثيرا، تشيله بس. يا ناس ما جاء دليل وفيما نعلم إنه المصحف كتاب الله، أعظم كتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما جانا دليل فيما نعلم إنه لو شلت المصحف في كيس تكتب من الذاكرين الله كثيرا. المصحف يجي الحرز اليماني والحرز البتاع، ده كله كلام باطل ساكت. دي صفحة رقم 53، أمشي الصفحة 54 ونختم. قال: وأما فضل أتباعه، الناس اللي بتابعوا أحمد التجاني، التجاني هذا اللي انت قال الغاشيم شنو الكلام ده، بس تبقى تجاني بس، لا تصلي لا تصوم، بس تبقى تجاني بيحصل لك شنو؟ أها فقد أخبر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وده كذب يا ناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال عن فضل التجانية: أها أن كل من أحبه أحبه، يعني أحب أحمد التجاني، أن كل من أحبه فهو حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يموت حتى يكون وليا قطعا. اللي بيحب أحمد التجاني معناته الرسول بيحبه وبقى حبيب للرسول صلى الله عليه وسلم، وما بتموت إلا تبقى ولي مؤكد قطعا. قال لي ده دليل وين؟ ده دليل وين يا ناس؟ الشغلة دي بالعمل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، تلموا كلهم. قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فوالله لا أغني عنك من الله شيئا. تقول لي تبقى تجاني؟ بتو يا أخي. قال: لا أنا ما أغني عنك ولا أملك لك من الله شيء. تقول لي تبقى تجاني؟ طيب قال الفصل الثاني: في فضل ورده وما أعده الله لتاليه، وصفة المريد وحاله، وما يقطع عن أستاذه. فأقول وبالله التوفيق
وبه الإعانة، وهو الهادي إلى سواء الطريق. قال رضي الله عنه، يعني أحمد التجاني، أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. كذا نقف عند يقظة دي، بيأخذ بحديث عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ودي من أكبر الشبهات عند الصوفية، استمع إليها دي بسببها بيقول الرسول بيجينا عديل بسبب الشبهة دي. قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. الحديث ده يعني شنو؟ ابن حجر ساق أقوال كثيرة عن القرطبي وغيره، في النهاية قال الخلاصة في معنى هذا الحديث 6 أجوبة. بعدما قال ذلك زاد 7 و8، قال: فإن صحت فتصير 8 أجوبة. وخلاصة 8 أجوبة 3 أجوبة، لأن ابن حجر بعد ما ساق 8 أجوبة رد على بعضها في 3 الخلاصة في معنى هذا الحديث: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. قالوا معناه من باب التمثيل، من باب التمثيل، يعني فكأنما رآني في اليقظة. الدليل على التفسير ده شنو؟ رواية عند مسلم قال من نفس الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. خلاص قالوا ده المعنى الرواية، فسيراني في اليقظة معناها فكأنما رآني في اليقظة، يعني الصورة اللي بتشوفه في المنام للنبي عليه الصلاة والسلام هي نفس الصورة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنما شفته ده زي صورته الحقيقية. انتهى الموضوع. ودي أقوى رد، لكن قال الرد الثاني برضو: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قال الرد الثاني: هذا خاص بأهل زمانه ممن آمنوا به صلى الله عليه وسلم ولم يروه، فإذا رأى أحدهم الرسول في المنام وعده الله أنه سيراه قبل مماته صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وده دي أقوى المعاني الثلاثة دي ذكر ابن حجر في فتح الباري، والصوفية بيستدلوا ابن حجر هاك يا صوفي خم وصر من كلام ابن حجر. المعنى الثالث من كلام ابن حجر في فتح الباري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، قالوا أي في اليقظة يوم القيامة لكن في صورة خاصة، يعني المؤمنين كلهم بيشوفوا الرسول يوم القيامة، لكن اللي بيروه في المنام في الدنيا يوم القيامة عنده مزيد خصوصية في رؤيته صلى الله عليه وسلم. أها، قال أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما، قال لي لأحمد التجاني، قال لي، قال قبله عديل ما في النوم، أها قال لك شنو يا أحمد التجاني؟ قال لي: أنت من الآمنين، وكل من رآك من الآمنين إن مات على الإيمان، وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها برضو من الآمنين. عشان كده الدراويج بعصروا كرعنة الشيخ التجاني، ليه؟ هو طمعان إنه يكون آمن يدخل الجنة، تقال جنة الأطفال. طيب، وكل من أطعمك، والشيخ ده شرفان جدا لأنه تابعت الكتاب ده، أي حتة بيقول الباكل اللي بيدخل الجنة، داير أكل. قال: وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، أو ده الكلام. يعني تأكل أحمد التجاني في بوزو تدخل الجنة، قال من غير حساب ولا عقاب. الكلام ده رأيكم فيه شنو؟ طبعا زي ما قال الشيخ الألباني في نوع من الباطل ما بيحتاج رد كثير، بس قال توري للناس بس، انتوا رأيكم شنو في الباطل ده يا ناس؟ تأكل أحمد التجاني ياكل السم، قال ما بتدخل الجنة، تدخل الجنة قال من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب، تأكل أحمد التجاني نيانيا. وحنواصل كلام ده كبر تقيل جايك في الحلقة القادمة، ومعذرة للمشايخ إنه أخذنا الوقت كله.